السلام عليكم. وصلنا محاضرة أسئلة التلفزيون التربوي، اللي هي راح تعتبر همين مراجعة للفصل الثاني، وهم تقويك أسئلة، وهمين تخليك تفوت الامتحان الوزارة وانت ما خايف. اكو طلاب يقولوا مثلا ما تجي من عندها، بس انت حتى لو متأكد 90% انه هي ما تجي من عندها فانت راح تفوت الوزارة خايف. هي أسئلة يعني أفكارها حلوة، أسئلة جدا أكو أفكار مقاربة لأفكار الوزاري. يجوز تلقى لك سؤالين ثلاثة تعلمهن، تعلم على حلها، شوف شلون طريقة حلها. حتى قلت لك أحسن ما تروح تحل إثرائي، اعتبر ذني مثل الأسئلة الإثرائية، بغض النظر عن هي مو أسئلة مو أفكارها كلش قوية، كوما أكو أسئلة عادية. هسه راح نحل تقريبا على القطوع تقريبا 20 سؤال محاضرتين هسويها، ما راح تشوف الا يجوز سؤال واحد انه انت كان عبر عليك لو جاك بالوزاري. فلا تخافوا من اسئله التلفزيون التربوي. حتى اختصارا للوقت شباب، راح تكون يعني حل الاسئله موجوده، احنا مو بس اقراها، لا راح اجيك واحده واحده بس حتى على مود الوقت. وتقريبا عندنا 22 سؤال، فنحتاج هاي محاضرات اذا نريد نحلها واحده واحده. احنا الفصل فسخناه ب 11 محاضره، حتى الخارج القطر شرحناه بالمحاضره الاخيره. هسه حتى السيطرة ان شاء الله تعتبر مراجعة لك وتختبر نفسك. اتمنى توقف الفيديو انت تحل السؤال وبعدين نشوف طريقة الحل مع السؤال. اسمعني، يقول لك جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الاصل ومعادلة المحور مالته. وهنا هاي تعبر على الطالب، معادلة المحور y يساوي صفر ودليله يمر بالنقطة سالب 7/5. اسمعني شوية شباب، تذكروا احنا بالمحاضرة الأولى مع القطع المكافئ مثلا من البؤرة 2/0 شو نقول؟ نقول هذا x يساوي سالب 2 الدليل عكس الإشارة، وبالصفر هو من هو؟ بالصفر دائما المحور، صح؟ ومن يكون y يساوي صفر معناها البؤرة وين؟ معناها البؤرة على محور السينات، دير بالكم. هو المحور، قال هو معادلة محورة y يساوي صفر، فأبو الصفر هو المحور. إذا الرقم وين؟ أبو الصفر هو العفو الواي يعني صاير، فالرقم على إكس يعني البؤر على السينات، صح؟ خذ لك غير مثال، مثلا باع صفر باثنين، هذا هو المحور إكس يساوي صفر وهذا هو الدليل واي يساوي سالب اثنين. فهنا شباب ما دام إكس يساوي صفر المحور، إذا البؤر على محور، على محور الصادات، فهنا بالعكس السالفة، أوكي؟ إذا المحور واي يساوي صفر البؤر على محور السينات، إذا المحور X يساوي صفر البؤرة على محور الصادات. زين، ودليله هنا هذا المعطى هيانا الدليل. تذكرون إن من يقول لي جد معادلة قطع مكافئ لازم ينطيني فد معطى، دليله يمر بالنقطة. أهم شغلة تكتبها وأهم ملاحظة شنية؟ إنه هذه النقطة ما تتعوض بالمعادلة مال القطع. ليش؟ لأنه ركز لي زين من اللي دا يمر، اقرش مكتوب هنا دليله، الدليل شباب هو اللي دا يمر بنقطه، ركز لي على هاي دائما يمر، شوف من اللي دا يمر بالنقطه، اوكي؟ شوي حسرع بالحكي. بما ان معادله المحور شباب واي يساوي صفر، اذا البؤره على محور السينات، بس موجب او سالب ما اقدر اعرف، نجي نجيب النقطه مثل ما اتفقنا، النقطه سالب 7/5 يعني النقطه بالربع الثاني. هنا النقطه سالب 7/5، اوكي؟ من اللي دا يمر بيها؟ الدليل، تعال باع وياي. المفروض يا اما الدليل يكون بهاي الصورة، صح؟ أو الدليل ممكن يكون بهاي الصورة. 100%. دليل دا يمر بنقطة لو هيجي لو هيجي. يعني لو حصير البورة على محور السينات، لو على محور الصادات، زين، يعني أنا احتمال آخذ. هنا أنا ما آخذ احتمالين، ليش؟ لأن شباب قايل لي هو معادلة المحور واي يساوي صفر. إذا البؤرة على محور السينات، إذا هذا راح يمسح، راح ناخذ قطع مكافئ بورت على محور السينات الموجب، تمام؟ صارت البؤرة هنا. لا تنسون أكيد شباب هاي النقطة اللي دا يمر بها القطع، اللي هي هاي النقطة سالب 7/5. فمي أنا باع من الرسم البؤرة على محور السينات شنو؟ الموجب. إذا المعادلة القياسية y تربيع يساوي 4px، هاي ما يراد لها شيء. إذا القطع يمر بنقطة نعوض النقطة بالمعادلة.
إذا الدليل يمر بنقطة شباب، لو أحداثي X أعتبره هو الدليل، لو أحداثي Y أعتبره هو الدليل، أو هو البي راسا نقول. هنا البور على محور، البور على محور السينات، إذا تروح بوجهك تاخذ أحداثي X بدون إشارة وش يمثل؟ يمثل P، والواي الواي ما أريد أخلي يولي هذا الواي، ما عليك بيهما ما يفيدني هنا، تمام؟ فرأسا باع شباب البي يساوي 7، عوض أكيد 7 هنا بمكان البي حتى تطلع معادلة القطع المكافئ، واي تربيع يساوي 28 اكس. هاي واحد. السؤال الثاني، نحاول نحل في 10 أسئلة إن شاء الله بهاي المحاضرة حتى الأفكار عندك تثبت. هذا السؤال الثاني، همينة جد معادلة القطع المكافئ الذي بؤرته تنتمي إلى محور السينات ودليله يمر بالنقطة 5 بـ4. أوكي، إذا علمت أن النقطة -5 بأي +2 تنتمي إلى القطع المكافئ جد أي ينتمي لار. كتبت لك إياه بصيغة أسهل، وبعدين هقول لك الصيغة الأصعب ما السؤال بغض النظر عن نفس السؤال هو ونفس طريقة الحل. ناش قال لي جد معادلة القطع المكافئ، أوكي قرينا أستاذ، الذي بؤرته باعوا هنا أول معطى يفيدني أن البؤرة تنتمي لمحور السينات، كاتب لك هو بالجسم X axis، أوكي زين، ودليله همينا منطيني الدليل يمر بهاي النقطة، يعني نفس السؤال السابق بالضبط نفسه. إيش قال لي بعد هنا أنا؟ إذا علمته أن النقطة -5 هذا أحداثي X وأي +2 أحداثي Y ينتمي للقطع المكافئ، يرد جد قيمة أي. راح نقسم السؤال إلى قسمين، أعتبر الجزء الأول سؤال والجزء الثاني سؤال، وبعدين أخليك سؤال واحد أسوي لك إياه ما أقسمه قسمين. اسمعني زين، من قال لي جد معادلة قطع مكافئ شباب بؤرته تنتمي ليا محور محور السينات، هنا أنا سهل السالفة، هو قال لي البؤر على محور السينات، بس خلي أرسم النقطة، النقطة وين؟ النقطة 5 بـ4، يعني وين 5 بـ4؟ على اليمنى الربع الأول، مو صح؟ من اللي دا يمر بهاي النقطة؟ الدليل لو القطع؟ الدليل، إذا راح أرسم دليل، الدليل لو حيكون هيجي، أدري والله أدري، لو حيكون هيج، يا احتمال ناخذ شباب، إذا ما كفت شي خليني أندل البؤرة وين، ناخذ كم احتمال؟ ناخذ احتمالين، بس هنا كم احتمال راح ناخذ؟ هنا راح ناخذ احتمال واحد، ليش؟ لأن البؤرة على محور السينات، إذا هذا ما يفيدني، إذا لازم يكون الدليل بهاي الصورة. زين، هسه راح نرسم أكيد القطع المكافئ، حيث القطع مكافئ بورت على محور السينات السالب، تمام؟ خلينا نجيب الرسم بالنص حتى نوضح عليه. هاي النقطة هنا أنا شباب، النقطة اللي هي 5 بـ4، فصارت البورة وين؟ صارت البورة على محور السينات السالب. فهنا باعوا شباب من الرسم البورة على محور السينات الشنو؟ السالب. هاي واحد، ما دام عرفت البورة وين شباب، إذن راح أقدر أعرف رأسا أنه المعادلة القياسية Y تربيع يساوي -4px، تمام؟ ياهو أخ شو أطلع البي شباب؟ اتفقنا هاي النقطة ما أقدر أعوضها بالمعادلة، ليش؟ لأن هاي النقطة دي يمر بيها الدليل وليس القطع، فلو ناخذ احداثي اكس لو ناخذ احداثي واي راح ناخذ شباب احداثي اكس، لان البور على محور السينات، فراح اخذ البي يساوي لنا 5، ولا تنسى حكايتي هذا ترى ما يفيدك هنا، هذا راح يهمل كل شيء ما استفدنا عنده، تمام؟ فطلعنا البي يساوي لنا 5، مجرد نعوض البي بالمعادله طلعت لنا معادله القطع المكافئ اللي نريدها. لحد الان ماكو شيء، واي تربيع يساوي -20 اكس، زين هذا الجزء الاول، خلاص الجزء الاول بسيط. اذا علمت ان النقطه هسه، تعال بقى وياي، هاي النقطه اللي هي -5
بأي زائد اثنين إيش بيها تنتمي، قرالي المن كلش مهمة هاي السالفة، تنتمي إلى القطع وليس للدليل، تنتمي إلى القطع المكافئ، جت قيمة أي. زين شباب، إحنا معادلة القطع عندي إياها لو ما عندي إياها؟ عندي معادلة القطع، وإحنا إيش عندنا فت قاعدة، عندنا فت شيء يقول إذا النقطة أو القطع يمر بنقطة فهذه النقطة تعوض بالمعادلة مالته، أو إذا قال لي النقطة تنتمي للقطع، من تنتمي إليه يعني أقدر أعوض X بمكان X وY بمكان Y. ضع السوينا شباب، النقطة سالب 5 اللي هي X سالب 5 وأي زائد 2 اللي هو Y ما دام تنتمي للقطع المكافئ إذا تحقق معادلته. وين المعادلة؟ معادلة فوق هيانة Y تربيع، أخاف تعرف هاي المعادلة هيانة، حجيبها يمك Y تربيع يساوي سالب 20 X. فوا شباب الاي ج... العفو الواي ايش قد؟ الواي اي زائد 2 اعوضه بمكان هذا الواي، واعو اي زائد 2 الكل تربيع، سالب 20 نزلت، الاكس ايش قد؟ الاكس سالب 5. اكو طريقتين للحل، اليمنى اسهل بس يخوف، اليسرى هو الامن بالنسبه لنا. نيجي على اليمنى. باع شباب هنا انت ما دام عندك اي زائد 2 تربيع يساوي 100، اجذر الطرفين حتى يروح التربيع، حيصير اي زائد 2 بس شو يساوي لي؟ لازم تكتب موجب سالب 10. انا خاف من هاي، لان شباب جذر ال100 من حد جذر الطرفين، جذر ال100 هو موجب سالب 10، فراح تاخذ مره الموجب 10، باعوا هنا مره قلت الاي زائد 2 يساوي لي موجب 10، ال2 تجي هنا حيصير 10 ناقص 2 حيطلع الاي 8. او المره الثانيه راح اقول الاي زائد 2 يساوي سالب 10، انقل الاثنين هنا ايش حصير؟ حصير سالب 12. اوكي زين، الاحتمال الاسهل بالنسبه للطالب او اللي يجي ببال الطالب انه يفتح مربع حدانيه. يعني شو يسوي؟ يعني مربع الاول اي تربيع 2 في الاول في الثاني 4 اي زائد المربع الثاني اللي هو 4، شو يساوينا؟ يساوي 100. راح انقل اكيد شباب تعرفون هاي المية راح تنقل هنا، حصير سالب 100 وموجب 4 سالب 96 يساوينا 0. هذه معضلة الطلاب مرات بالتجربة، إذا ما تعرف شباب شو تسوي، تحلل 96 على 2 على 2 على 2 لحد ما توصل آخر شيء التجربة، حصير أي زائد 12 وأي ناقص 8. طبعا أكيد ما تنسون شباب الأي تربيع أي بأي موجب بموجب موجب موجب بسالب، سالب 96 جاية من 12 في 8 حتى يطلع لنا الحد بالنص. فأما الأي يساوي سالب 2 أو الأي يساوي، العفو يا سالب 2، الأي يساوي سالب 12 أو الأي يساوي 8، باعوا نفس الأرقام طلعت لنا 100%. نانا هذا الأي سالب 12 والأي 8، أو هنا نفس المبدأ شباب هم طلعت لنا الأي 8 أو سالب 12، فما يفرق، بس مو تحل اثنيناته، لو يمنى لو يسرى شباب، هذا هو حل السؤال. زين اذا يريد صعب وش يقول لك؟ ما يقول لك جد معادلة قطع مكافئ، يقول لك قطع مكافئ باع وياي بس شيل لي هذا وشيل التعريف، همينه قطع مكافئ بؤرته تنتمي الى محور السينات ودليله يمر بالنقطة 5 بأربعة. أوكي لحد الآن أوكي، إذا علمت أن النقطة هذه سالب 5 بأي زائد 2 تنتمي للقطع، جت قيمة أي. زين راح تصفر هنا أنت، أنا شغله هسه صار على الأي، بس الأي النقطة هاي تنتمي للقطع، إذا شنو النقطة؟ تحقق المعادلة. زين المعادلة ما عندي، راح تصعد وين؟ تصعد على الفوق حتى تطلع المعادلة مال من الدليل يمر بنقطة ما أعرف شنو. تشوف نفس الشيء، فمو شرط يقول لك جد معادلة القطع المكافئ جد قيمته، لا، قطع مكافئ بورته تنتمي لمحور السينات والدليل مالته يمر بهاي النقطة، تعال عيني طلع لي قيمة أي. نفس الحل حيظل بالضبط. أوكي بس دير بالك من اختلاف منطق السؤال اللي مرات الطالب يضج من عنده. اسمعني، هذا أحد الأسئلة المهمة همينة، قطع مكافئ معادلته X تربيع زائدا H في واي
ناقصا 3 واي يساوي لصفر يمر بالنقطة سالب 1 باثنين. جد إحداثي البؤرة والدليل. زين خلي نجي نقرأ السؤال على كيفنا هسه. منطيني معادلة مال قطع مكافئ شباب بؤرته على محور الصادات. أكيد ليش؟ لأن أكس تربيع، بس صادات موجب أو سالب ما راح أقدر أعرف، أوكي، لأنه بعد أكو مجهول H. يمر بالنقطة سالب 1 باثنين، سالب 1 باثنين يعني بالربع الثاني. هسه نقدر نعرف القطع وين يصير. زين شو يقول؟ يقول جد إحداثي البؤرة والدليل. شباب لو القطع المكافئ معادلته ما بيها مجهول، كان رأسا بس أرتبها، صح؟ بس أرتبها وأطلع البؤرة والدليل. بس هنا شباب المعادلة مالتنا بيها مجهول. منو بيها مجهول؟ الـ H. زين إذا لازم أروح على الجزء الخاص بإيجاد المجاهيل. تذكروه بالقطع المكافئ، إذا أنطاني أن القطع يمر بنقطة، هاي الحالة السهلة، بس مجرد أعوض النقطة بالمعادلة يطلع المجهول. بس إذا أنطاني غير شيء، تذكرون لازم نرتب المعادلة ونخلي المجهول مالتنا بصف الإكس أو بصف الواي إلى آخره. تشوف؟ فهناش قال لي الشباب يمر بالنقطة. من هو هذا الدي يمر بالنقطة؟ إذا تقرأ زين، قطع مكافئ معادلته هاي ويمر بالنقطة سالب 1 باثنين. إذن شباب بما أن النقطة هذه سالب 1 باثنين تنتمي إلى القطع، إذن تحقق معادلته. يعني بدون ما ترتبها، ماكو داعي ترتب هنا شباب. لو منطيني دليل، لأن هاي النقطة شباب هي شين النقطة؟ عبارة عن X و Y، أعوض X بمكان X و Y بمكان Y يطلع المجهول. بس إذا انطاني الدليل يمر بنقطة أو انطاني بؤرة، هناك لا يختلف، لازم المجهول أخليه يأخذ مكان P. يلا أقدر أطلع قيمة المجهول. أوكي أرجع، إذا ناسي أرجع المحاضرة أعتقد الثانية أو الثالثة على القطع المكافئ، راح أضبط الموضوع إن شاء الله. زين إذا شباب بس مجرد باعوا سالب 1 عوضت بمكان الإكس، سالب 1 تربيع الإتش الواي 2 ناقصا 3 والواي همش قد؟ الواي همينة 2. سالب 1 تربيع هذا 1، H في 2 2 H، سالب 3 في 2 سالب 6. إذن 1 وسالب 5، العفو 1 وسالب 6 سالب 5 تروح من هنا، صار 2 H يساوي لنا 5. إذن ال H يساوي لنا 5 على 2. أوكي زين، أنا شاري داني، أنا ما أريد مجهول. وما قال لي تعطل المجهول باع، أو مرات يقول لك جد قيمة H مثلا، بس قال لي جد إحداث البؤرة والدليل. من يريد البؤرة والدليل لازم معادلتي ما بيها مجهول، فراح أرجع شباب أشمر هذا الـ H بمكان الـ H اللي عندي. أوكي فصار المعادلة، يعني هذا باع كأنما هنا قلت له عوض H في معادلة القطع المكافئ. اوكي فصار باع الاتش عوضته هنا اللي هو 5 على 2، صار اكس تربيع زائد 5 على 2 واي ناقصا 3 واي. اما نضرب الطرفين في 2 او هذا تقدر توحد مقاماته، انا افضل نضرب الطرفين في 2 وبعدين نرتب، يعني هو كله يرهم. خلي اسوي لك هاي طريقة افضل، يعني شباب انا هنا اصفن لهذا شوية موحد مقاماتهم دولة. هذا خمسة على اثنين، خمسة على اثنين اللي هو اثنين ونص تقريبا ناقصا ثلاثة، حيبقى لي سالب نص يعني. او الافضل لك نجي نسوي لك هاي الطريقة، اضرب المعادلة كلها في اثنين حتى تخلص من الرقم اللي بالمقام. طبعا هو رياضيات هذا، شتى شو ما يعجبك حل. في 2 شباب ايش حيصير عندي؟ حيصير عندنا 2 اكس تربيع زائدا 5 واي ناقصا 6 واي شو يساوي؟ يساوي 0. اذا اللي حيصير شباب حيصير 2 اكس تربيع موجب 5 واي ناقص 6 واي حيصير ناقص واي
يساوي إنه صفر. هنا راح أنقل كل واحد بطرف، راح أنقل كل واحد بطرف، حيصير 2 اكس تربيع يساوي إنه واي. وتعرفون لازم يم الاكس تربيع والواي تربيع ماكو أرقام، راح نرد نقسم هنا على شقد، هنا على المترتب راح أقسم المعادلة كلها على 2، فصار عندي باعوا اكس تربيع وهنا واي على 2 او نص واي، نفس الشيء رجع، ماكو فرق باختلاف الطرق. انت بعد براحتك شلون تريد، افضل لك واحد مقامات تريد تضرب فيه 2 وتبسط نفس ما بسطت، هاي بقت تعتمد عليك وعلى يعني على الطالب انت شلون تريد حل وشلون تشوف الحل اسهل بالنسبه لك. هسه شباب اكس تربيع يساوي نص واي، هذه معادله قطع مكافئ بورت على محور الصادات الموجب. إذا بالمقارنة مع الصيغة القياسية جبت المعادلة الأربعة بي المن يقابل، الأربعة بي يقابل النص، هذا أربعة بي يساوي النص مثل ما تعودنا. هنا ضربت أنا الطرفين في 2، أوكي صار 8 بي يساوي 1، إذا البي يساوي 1 على 8. ما دام عندي بي نقدر نطلع كل شيء. لا تنسى البور على محور، البور على محور صادات موجب، هاي باع من هنا البور على محور واي الموجب، دير بالك اوكي. فالبور راح تصير 0 بـ1/8 والدليل يساوي ان واي يساوي -1/8. اذا ما تتذكر همينه ارسم وراح يصير عليك اسهل بهوايه. هذه شباب هي 3 أسئلة تخص القطع المكافئ، اسئله حلوه افكارها مو كل صعبه. نكمل شباب، نحتاج وقت هواية لأنه شوية نسرع. هنا هذا أحد الأسئلة اللي نفسه حالي بالمراجعة مالتنا ونفسه موجود بالكتاب، وطيتك واحد هومورك كان همينه. يقول لك قطع ناقص مركز نقطة الأصل، هاي الحكاية ما تفيدنا مال مركز نقطة الأصل مو صح. هسه بلشنا بالقطع الناقص، ايش قال لي؟ بؤرتاه تنتميان أو تقعان على محور السينات. البؤرتين وين شباب؟ البؤرتين على محور السينات، هاي سهلة تفيدني بإيجاد المعادلة، مو إيجاد معادلة، تحديد نوع المعادلة، سينات لو صادات. مساحة منطقته، رحم الله والديك، منطيني المساحة شباب، مساحة شقد؟ 24 باي، حلو الحكي. ونصف محيطه، دير بالك، هاي شنو أستاذ؟ على كيفك هنا ركز، لو قال لي ومحيطه كان صار بالضبط نفس السؤال اللي عندنا اياه، بس هناش قال لي؟ قال لي نصف محيط. انا قلت لك بس ترجم ما يراد لشي ترى زين. هسه خلينا نجي، اذا السؤال تقسم الى 3 أقسام شباب. اول شيء استفاد من كلمه البورتان على محور السينات، بما ان البورتين على محور السينات اذا المعادله القياسيه هاي قدام عينك تعرفها شباب، بعد ما نحكي بيها. اكس تربيع على اي تربيع زائد واي تربيع على بي تربيع يساوي لنا 1. ايش منطيني؟ هذا خلصنا من عنده هسه. منطيني مساحه، اجي استفاد من المساحه شلون؟ اكتب قانون المساحه. الاي يساوي اي في البي في الباي، كلكم تعرفون هذا الحكي. عوضت شباب المساحه اللي هي معطاه 24 باي. اوكي؟ اختصرنا الباي ويا الباي، وقال الاي اي في البي يساوي لنا قد؟ يساوي 24. إذا الأي يساوي 24، الأي يساوي 24 على بي. هذه شنو شباب؟ ما دام لا عندك لا أي ولا بي، هذه تبقى نكتب يمها معادلة رقم 1، هذه معادلة رقم 1 دلالة منو؟ أي بي. شن انتظر؟ لازم انتظر معادلة رقم 2 همين بدلالة نفس المجاهيل حتى اقدر اطلع الناتج. باع وياي ايش قال لي؟ بس تعال بس معنا الله يخليك. قال لي نص محيطه، نص المحيط هو جذر 26، نص المحيط. زين انا القانون شباب اللي اكتبه مال المحيط صح؟ فاما اسمعني تيجي تترجم ترجمة حرفية، المحيط شنو هو؟ بي. وايش قال لي؟ نص محيطه يعني نص البي يساوي جذر 26 صح؟ هذا هو قال لي، هو قال لي شباب لو قال لي محيطه كان كتبت بي يساوي هالقد جذر 26 باي، بس هو قال لي نص البي نص المحيط، انا هم نفس ما حكيت كتبت باشان سهله، نص محيطه
يساوي جذر 26 باي. تمام، ضربت الطرفين في 2 حتى يصير بي، اذا بي يساوي 2 في جذر 26 باي. هذا شنو هو؟ هذا المحيط. اكو طالب راسا يقول استاذ انا راسا استنتج عندي نص محيط، حتى يصير محيط شو اسوي له؟ اضربه في 2، كلش عادي. تشوف نص محيطه يعني هو يعرف طالب هذا يمثل نص المحيط، فشي يسوي؟ كلش طبيعي يقول استاذ هذا يصير راسا اضربه في 2 حتى يصير شنو؟ حتى يصير محيط كامل 100% نفس الحل مالتنا. اوكي، واكو يتلاعب بالقانون، هاي الطريقه ما افضلها اني، اكو يتلاعب بالقانون يعني خليك على هاي الطريقتين، ترجم او راسا نضرب الرقم في 2 حتى يصير محيط كامل. فاكيد شباب حتى استفاد من المحيط هذا هسه بعد مو نص محيط، هذا بي يساوي هذا محيط كامل. راح اكتب قانون المحيط شباب اللي هو 2 باي تحت الجذر اي تربيع زائد بي تربيع على 2. البي ايش قد عندي يا صار؟ 2 جذر 26 باي يساوي لنا نفس الشيء. تتذكرون بالسؤال اللي حليناه؟ بس انت واحد حيقول لي هي معادله رقم 2 دلاله اي بي شباب، بس بعدها مبهذله صعبه عليك. فش نسوي شباب؟ راح نجي نرتب هنا، اسمعني. اول شيء راح تختصر هذا ال 2 باي ويا ال 2 باي اللي عندك، حلو الحكي؟ بقالي جذر 26 وهذا جذر اي تربيع زائد بي تربيع على 2. ايش كاتب لك؟ اقرا. اربع الطرفين حتى شيء يطير، يطير الجذر من اليسرى ومن اليمنى. صار 26 يساوي اي تربيع زائد بي تربيع على 2. بعد بها شويه مجال راح ابسطها اكثر، راح اسويها اضرب الطرفين في 2، 26 في 2 52 يساوي اي تربيع زائد بي تربيع. هسه شباب هذه نكتب يمها معادله رقم ايش قد؟ معادله رقم 2. ها انتهى السؤال، تفلش. هذه معادله رقم 2، ما دام عندي معادله رقم 1 بدلاله اي وبي، معادله رقم 2 بها اي وبي، اذا بالتعويض راح يطلع المجاهيل مالتنا. فهنا شباب عوض معادله 1 في معادله رقم 2. اسمعني، هذا ال 24 على بي تشمره بمكان هذا البي وتخلي عليه تربيع، لا العفو بمكان الاي، هو اي يساوي تشمره بمكان الاي وتخلي عليه شنو؟ باعوا تربيع. فباعوا شباب الاي يساوي هاي معادله رقم 1 باعها نازيا 24 على بي، حطيتها بمكان هذا مكان الاي وخليت عليه شنو؟ تربيع، لان ذاك اي وهذا اي تربيع. هنا 52 بقت نفس ما هي، ربع شباب ال 24 صار 576 على مربع البي بي تربيع زائدا بي تربيع. ايش عندي بالمقام؟ عندي بالمقام بي تربيع، راح نضرب الطرفين في بي تربيع، حيصير 52 بي تربيع، وهذا البي تربيع يروح ويا هذا كانما، وبي تربيع في بي تربيع صار بي اس 4. اوكي، هنا يا شباب ما دام بي اس 4 وبي تربيع ورقم، اذا ايش نحتاج؟ نحتاج التجربه. دائما قلت لك اكبر اس حافظ عليه هو موجب، هو موجب هنا، اذا راح اجيب هذا اشمر يمهم، حيصير بي اس 4 ناقصا 52 بي تربيع زائدا 576. اللي ما يعرف شباب اقعد حلل 576 على 2 على 2 الى اخره حتى يطلع لك 16 ب 36 او 36 ب 16. تمام، فاللي ما يعرف تجربة شباب حلل حلل الرقم حتى توصل الى رقم حاصل ضربهم 576 والفرق اللي بيناتهم هذا 52 فرقهم او مجموعهم. فهنا أنا شباب عندي بي تربيع، صار بي اس 4 لانه جاي من بي تربيع، بي تربيع موجب بالسالب سالب، سالب بالموجب همينة سالب، قلنا ال 576 جاية من 36 في 16. هنا دير بالك شباب على كيفك، هنا اثنيناتها راح تطلع لك نواتج شلون؟ لانه بي تربيع، اصفر وياي، بي تربيع ناقص 36 يساوي صفر، اذا البي تربيع يساوي لنا 36 مو صح؟ يعني البي ايش قد؟ البي 6. بس ترجع تعوض البي وين؟ هنا بمكان هذا البي بمكان قيمته، حيصير الاي يساوي 24 على 6. ايش قد طلع الاي؟ طلع الاي 4، هذا بوجهك تكتب يمه يهمل شباب، لانه ما يصير البي اكبر، ما
من الأي إذا ناخذ الاحتمال الثاني اللي هو بي تربيع ناقص 16 يساوي 0. إذا البي تربيع شو يساوي لنا؟ 16 والبي 4. إذا أعوض الأربعة هنا شباب، عوض الأربعة هنا حيصير 24 على 4 طلع لنا الأي 6. إذا هو هذا الاحتمال الصحيح 100%. هنا هو قايل البور على محور السينات حتى ما ناخذ احتمالين، فمجرد اكس تربيع على اي تربيع شقد الاي 6 تربيع 36، واي تربيع على بي تربيع اللي هو شقد اللي هو 16. هذا يا شباب خلص رابع سؤال من اسئله التلفزيون التربوي، هذا بسيط ما حنطول بيه دقيقتين. شوف انا حاولت انوع لك بالاسئله، اختياري الاسئله ضمن المراجعه المركزه بها بعض الاختلافات، بها بعض الاضافات هنا، ف بالدعش محاضرة زائد هذني صدقني بعد ما تحتاج تباوع أي شيء، يعني غطيت لك الفصل بصورة تفصيلية. صح واحد يسمع يقول دعش محاضرة أستاذ معقولة تكفي؟ صدقني كلش كافية وزايدة، يعني حتى خارج القطر حلينا، حتى تلفزيون تربوي حلينا، فجدا كافية هالمحاضرات أصلا. هذا أحد الأسئلة الموجود بالكتاب، وبس بالكتاب بعد بإضافة ثم جد بورته ومحيطه ما أعرف شنو. يقول جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل، أوكي، يقطع من السينات، يعني من محور السينات مفروض يقطع من محور السينات جزءا طول 12. باعوا وياي، يقطع من يا محور من محور السينات جزءا طول 12، وبعد ويقطع من محور الصادات جزءا طوله 16. اوكي زين، احنا شباب احد الملاحظات اللي متفقين عليها، اذا القطع الناقص يقطع جزء من السينات او من الصادات، فهذا الجزء هو يا اما 2A يا اما 2B، مو صح؟ هنا منطنيها اثنينات، هذا يقطع من السينات هالقد ومن الصادات هالقد. تعالوا يا اخي نركز زين، قال لي يقطع من محور السينات 12 مو صح، وقال لي يقطع من محور الصادات ايش قد 16. احنا متفقين شباب الرقم الكبير شي يمثل 2A والرقم الصغير 2B، اذا شباب هنا ال 2B هو 12، هذا يمثل 2B، وهذا الرقم شي يمثل 2A، صح لو مو صح؟ اذا 2B يساوي 12، البي 6 وال2A 16، الاي 8. هنا راسا شباب مباشره قدرنا نلقى البي وقدرنا نلقى الاي مباشره كرسم شباب. هو ده يقطع من السينات ايش قد؟ شوف ده يقطع من السينات، يعني منا لهنا قصده، هذا ده يقطع من السينات منا لهنا، شو قد يقطع؟ ده يقطع 12، وده يقطع من الصادات اللي هو الرقم الأكبر باعه 16، فحتى يصير الشكل هيجي بيضوي حيصير الجزء الأكبر على محور الصادات، إذن 2A على محور الصادات. هو شباب الرسم نجد صار الرسم يوضح فكرة السؤال، وبعد ما راح تنسى إن شاء الله. فهنا أنا شو يقول لك شباب، من الرسم عرفنا إنه البور على محور، على محور الصادات، أو الافضل لك طبعا شباب الرقم الكبير هنا وين؟ تعال باوي هاي الرقم الكبير وين؟ على الصادات، اذا البؤرتين والرأسين على محور الصادات. تمام، هذا احد الاسئله اللي هو مال الكتاب، همينة يعني يعتبر فكرته بسيطه مو صعبه ابدا. فكتبت المعادله شباب، البؤر على محور الصادات اكس تربيع على بي تربيع زائدا واي تربيع على اي تربيع يساوي 1، عندي اي وعندي بي، مجرد تعويض تطلع معادلة القطع المكافئ اللي نريدها. هذه هي معادلة القطع المكافئ. هنا همين يا شباب هذه معادلة القطع المكافئ، أحد الأسئلة المهمة هذه. كل الأسئلة هنا مهمات بها أفكار، يعني صدقني ما راح تعبر عليك إن شاء الله. هذا المطلب كان ده يريد بؤرة، وده يريد بؤرة وشنو دليل، بس ما كان رايد قيمة H، بس هو احنا ما نقدر اذا ما نطلع قيمة H الى اخره من الافكار بعد اللي عندنا. هاي النواتج الاخيرة حتى تشوفها زين. زين اسمعني، نجي نحل بعد
هذا احد الاسئله اللي انطيت فكرتي اني بالشرح، قلت لكم راح لكم اياه ويا الهوم ويا الاسئله التلفزيون التربوي، وطيتك هوم ورك همينه. شو يقول لك؟ يقول لك جد معادله القطع الناقص الذي بورتاه اف 1 جذر 3 بصفر والاف 2 سالب جذر 3 بصفر. عندي بورتين هنا أنا شباب، هاي البوره الاولى هاي الاف 1 وهاي الاف 2 اوكي، هاي اف 1 اف 2 زين. ايش قال؟ النقطتان اتش كي تنتميان اليه بحيث ان محيط الشكل الرباعي اتش اف 1 كي اف 2 يساوي 12 اوكي زين. شباب هنا اذا جيت انت خليت بوكيت شرحت لك هذا، خليت الاتش والاف هنا، اول شيء حيصير الشكل مستطيل، وكان قال لي مستطيل قال لي رباعي يعني باربع اضلاع، وهنا اذا خليت اتش وهنا كي، من تجي تقرا شباب حيصير اتش كي اف 1 اف 2، يعني اختلف الشكل، يعني مو اختلف الشكل، لازم احنا اتفقنا شباب حسب ما شرحت لك، قلت لك هنا شلون ما تقرا لازم يصير عندك الشكل همينه، يعني لازم تسلسل اتش اف 1 كي اف 2. تذكرون هذا السؤال؟ لازم شباب قبل تجي هنا ما راح تفهمه ترى زين، ارجع لي على الشرح شرحت لك اياه، ارجع للمحاضره الخامسه يمكن مع القطع الناقص، ارجع لي يلا تعال هنا. فهنا شباب كل اللي انطانا اياه هو بورتين اف 1 واف 2، يعني انطاني معطى واحد اللي هو السي ونوع المعادله، وهنا قال لي النقطتان اتش كي تنتميان اليه بحيث ان محيط الشكل الرباعي اتش اف 1 كي اف 2. تعال قلنا وين نخلي النقاط شباب؟ لازم نخلي نقطه هنا اللي هي اتش، والنقطه الاخرى كي قد تكون هنا او هنا بكيفك، ممكن نخليها هنا كي. ليش؟ حتى هسه من اجي اسوي شباب شكل رباعي باش راح يصير اتش اف 1 كمل اتش اف 1 كي باعو اف شنو اف 2، نفس اللي مكتوب عندك صار، وهذا الشكل شنو شباب صار؟ شكل رباعي حتى لو غير منتظم احنا ما علينا. وش منطيني هذا الشكل الرباعي؟ منطيني محيط الشكل الرباعي شقد؟ يساوي 12. زين شلون اتفقنا شباب نستفاد من هذا؟ قبل لا اجي على الرسم، بقى الرسم كلش مهم بالنسبه لك، قبل هذا عندي بوره اللي هي جذر 3 بصفر او موجب سالب جذر 3 بصفر، اذا اللي اقدر اعرفه ان البور على محور السينات وعندي قيمه سي، هذا خلصنا من عنده. بقى خلي تركيزي كله على محيط الشكل الرباعي اللي هو اتش اف 1 كي اف 2. اتش اف 1 كي اف 2. محيط الشكل الرباعي شباب نفس السؤال او نفس السؤال مال المحيط المثلث بي اف 1 اف 2 تذكروا او كيو اف 1 اف 2. محيط اي شكل شباب اذا كان ثلاثي فهو مجموع اطوال اضلاع على 3، اذا كان الشكل الرباعي فهو مجموع اطوال اضلاع على 4. هنا كم ضلع عندنا؟ 4 اضلاع. تعال هسه بس خلينا نشوفهن. الضلع شباب عندك هذا، خلينا نسويها نفس ما صار بالحل حتى لا تدوخ اوكي. هاي نفس ما كاتب لك اياها اني بعلي. اذا نجي شباب الاضلاع مالتنا، عندك هذا الضلع اللي هو اتش اف 1، وعندك هذا الضلع اللي هو اتش اف 2، اربع اضلاع لازم عندنا. هذا بعد استاذ اصبر لي، عندنا هذا الضلع همين اللي هو كي اف 1، وعندنا هذا الضلع شباب اللي هو كي اف 2. اذا محيط الشكل الرباعي هو مجموع اطوال اضلاع على 4. تعال سطر لي اياه، ذن الاثنين الحمر اتش اف 1 زائدا اتش اف 2، والاثنين الزرق اللي هو كي اف 1 زائدا كي اف 2. حسب تعريف القطع الناقص شباب، مجموع باعوا بعدي نقطة على القطع من البورتين يساوي شقد؟ يساوي 2. يعني المسافة من هاي النقطة للبورة الأولى
زائد المسافة من هاي نفس النقطة البورة الثانية ايش قد مجموعة؟ مجموعة 2 اي، يعني هذا ال HF1 وال HF2 مجموعهم يساوين 2 اي. هذا خلصنا من ضلعين. نجي بالعكس هسه نفس المبدأ شباب، البعد او المسافة من النقطة للبؤرة الاولى زائد المسافة من نفس النقطة للبؤرة الثانية ايش قد همين؟ هم 2 اي، بس واحد فوق واحد جوا صاير. فهنا أنا شباب ضلعين الفوق 2 اي والضلعين الجوا همين 2 اي، اذا هذا المحيط كله يمثل شنو؟ يمثل هذا 2 اي زائد 2 اي يساوي 12، اذا 4 اي شباب يساوي 12، والاي ايش قد؟ الاي يساوي 3. هسه تقدر تحفظها، اوكي هسه ممكن تحفظها اذا جدتك نفسها، اذا ما فهمت على الرسم تقدر تحفظ ان ذني الاضلاع الاربعه كل ضلعين شي يمثلون 2 اي زائد 2 اي يساوي 12. وقلت لك التفسير مالته او السبب مالته هو هذا حسب تعريف القطع الناقص، انه هذا زائد هذا يساوي 2 اي، نقطه معينه لحد البؤرتين المسافه من النقطه البؤره الاولى زائد المسافة من النقطة البؤرة الثانية ذولا 2 اي. تمام، رحنا على الذهبية وراها شباب، سي تربيع يساوي ان اي تربيع ناقص بي تربيع. السي تربيع السي عندي اياها جذر 3 تربيع صار 3، الاي 3 اربع صار 9، طلعنا البي تربيع ايش قد يساوي؟ يساوي 6. وهنا هو قايل للبؤرة على محور السينات شلون، لان هو انطاني اصلا شباب البؤرتان على محور السينات، فكتبت المعادله مالته. تمام، هذا السؤال وصلنا تقريبا الخامس او السادس. احنا حلينا اول ثاني سؤالين، هذا السؤال الثالث وهذا السؤال الرابع وهذا السؤال الخامس وهذا حليناه هسه السؤال السادس. زين، هذا اعتبره إثرائي شباب بس مهم. باوي غيرنا لك هسه شوية بالتفاصيل. شوف هذا السؤال جد مهم شباب، هذا السؤال بيفت فيك قوية همين تحتاج رسم، يلا ينحل. باوي يقول لك جد معادلة القطع الناقص الذي بؤرتاه 4 بصفر وسالب 4 بصفر لحد الآن. أوكي، مركز نقطة الأصل، مركز مالته نقطة الأصل، النقطتان H و K تنتميان إليه بحيث أن مساحة المستطيل باعوا مستطيل لازم يصير H K F1 F2 يساوي 48. هسه هو شنو منطيني مساحة هالمرة أستاذ؟ مو حتى مو محيط، هذا فكرته قوية. طالب اللي يريد يقرأ خلي يقرأ، اللي ما يريد مو مشكلة. جد معادلة القطع الناقص الذي شنطيتني الذي بؤرتاه هذا F1 وهذا شنو؟ هذا F2 ومركزه شنو؟ نقطة الأصل، والنقطتان H و K ركز لزين هنا أنا تنتميان إليه بحيث أن مساحة المستطيل يساوي قد؟ 48. إذا نجي شباب نخلي البورتين 100% البورتين حتكون هنا، هاي البورة الأولى اللي هي F1 4 بصفر، هاي البورة الثانية اللي هي F2 سالب 4 بصفر. زين تعال نخلي نفس ذي الجزء H غلط طبعا، هذا K هنا ايش حيصير؟ H F1 K F2، وأنا ما أريد هيك، أنا أريد H K F1 F2، يعني ال H وال K لازم واحدة ورا الثانية. زين اذا خلينا ال H هنا شباب، لا ما يصير هنا، خلي ال H هنا وال K هنا، يلا اقرأ وياي H K F1 F2. شوف نسد الشكل الرباعي، وصار الشكل الرباعي عبارة عن شنو؟ عبارة عن مثلث. قلت لك هاي شباب لازم نفسه، مو كيفك تجي تسطر الأحرف، هذا لازم نفسه باع H K F1 F2. شفت شلون؟ فدير بالك على هاي الفكرة شباب، هنا انطاني زي مستطيل، انطاني مساحة مستطيل.
شنو السالفة؟ تعال خلينا نخلص من الجزء السهل بالنسبة لك. الجزء السهل بالنسبة للطالب انه عندي بؤرة، شلون هذا بالضبط؟ البؤرتان نفسه، البؤرتان شباب، البؤرتان موجب سالب 4 بصفر. هذا يخليني اندل. واحد يقول شو عرفت ترسم القطع هي شباب؟ لاني من البؤرتين، اذا حيصير x تربيع على a تربيع زائدا y تربيع على b تربيع يساوينا شنو؟ يساوي 1. لا تنسى السي عندنا ايش قد؟ السي عندي 4 باعتبار عندي بورة. زين اوكي، ناش قال لي مساحة المستطيل، شو اسوي بالمساحة اني؟ شو استفاد عندها؟ زين شباب، اذا فرضنا مثلا هسه هذا، فرضنا على سبيل المثال اكس اللي هو هذا طول الضلع، هذا خلينا نقول اكس، اعطيني مساحة دا ارتب وضعي دا اشوف شو حيصير عندي بلك الله. وهذا فرضناه واي، هي اوكي ايش حتستفاد من عنده؟ تعال بقى وياي. اذا حنجي شباب على مساحة المستطيل، مساحة المستطيل هي اكس في واي، صح؟ اكس في واي. وبعدين عندي مساحة، شنو اللي اريد اطلعه من عنده؟ بقى شباب الاكس شباب هو اف 1 اف 2، الاكس عندي اياه ايش قد؟ هو المسافه بين الاف 1 والاف 2 اللي هو ايش قد؟ هو اللي هو 8. ليش؟ لان المسافه من هنا لهنا 4 ومن هنا لهنا 4، اذا المسافه شباب بين البؤرتين 2 سي اللي هو ايش قد؟ 8. عندي السي 4 اني. زين لحد الان استاذ اوكي على كيفك ويانا. الاكس بقى شباب الاكس هنا ده يمثل لنا هو الاف 1 F2 اللي هو المسافة بين البورتين اللي هو الأكس هنا نشقد اللي هو الأكس هنا 2C اللي هو هنا يساوي لنا 8. حلو الحكي. والواي شباب الواي ده يمثل لنا KF1 وما عندي اياه، ما عندي اياه الواي. زين أوكي أستاذ، هسه عندك مساحة أنت، المساحة شقد عندي اياها؟ 48، مو صح؟ مساحة وينها؟ 48 يساوي لنا الاكس اللي هو الاف 1 اف 2 جد 8 في الواي، اذا الواي يساوي لي 6. اذا هذا الكي اف 1 يساوي لنا 6. وبعدين استاذ شو عليه هاي؟ وين بدك تحكي هسه احنا؟ قول طلعناها وعرفناها اوكي، وبعدين ها شنو اللي حيجي ببالك انت كطالب شباب؟ شنو اللي راح يجي ببالك؟ شنو اللي حيطخ عندك؟ زين اصفن بعد شوي وياي استاذ. هسه احنا عرفنا الفكره مال الفكره اللي سويناها، انه جبت مساحه المستطيل. مساحه المستطيل هي طول بعرض. الطول هذا شباب اللي هو الاثنين اكس، العفو الاكس سوري، اللي هو المسافه بين الاف 1 والاف 2 اللي هو عندي 8. هاي اوكي فهمناها. وعندي هذا الكي اف 1 اللي هو الواي، طلع لي 6. زين شباب اذا اجي اريد اني بعد طلعت الكي اف 1، اذا اريد الكي اف 2، ليش تريد الكي اف 2؟ لان شباب اذا عندي هذا الكي اف 1 وعندي هذا الكي اف 2، هذول مجموعهم ايش قد؟ هذول مجموعهم يمثل 2 اي، صح لو مو صح؟ لان المسافه من النقطه للبؤره الاولى زائد المسافه من النقطه نفسها للبؤره الثانيه ايش قد؟ يمثل 2 اي. زين استاذ شلون حتقدر تلقاها هسه؟ والله الكي اف 1 لقيناه، الحمد لله لقينا الكي اف 1 6. هذا الكي اف 2 شلون حلقاه؟ ها شباب راح اعتبره فيثاغورس حاعتبره شنو هذا؟ حسميه زد. باعوا وياي، هذا راح يصير هنا زت. يرهم لو ما يرهم؟ طبعا يرهم فيثاغورس. زين اذا عندي زت وعندي واي، معناه ايش عندي؟ معناه عندي الاثنين اي. شلون بالله استاذ؟ لان شباب المسافه من هاي النقطه للبؤره الاولى
زائد المسافة من نفس النقطة للبؤرة الثانية ايش قد؟ يمثل 2 اي. فاحنا طلعنا الواي اللي هو كي اف 1. هسه راح اطلع لك الزد همين شلون؟ فيثاغورس. فيثاغورس شو يقول؟ يقول شباب هسه هذا الواي استفادينا من عنده لقينا الكي اف 1. هسه فيثاغورس زت تربيع يساوي لي الضلعين 1 اكس تربيع زائدا الواي تربيع. زت تربيع انا اريده اوكي يساوي لنا الاكس ايش قد طلعناه؟ الاكس 8 اربعه 64 زائدا الواي 6 اربعه 36. اذا شباب طلع لنا الزد تربيع يساوي لنا 100. اذا الزد يساوي 10. والزد شباب هو شي يمثل؟ يمثل الكي اف 2 هذا اللي هو نفسه الكي كي اف 2. شوف سؤال معقد سوى تجي عليه من تصف لنا فكرته جدا حلوة، فكرته ساعد ان الطالب يفكر اكثر. كي اف 2 هنا ايش قد صار عندنا الكي اف 2؟ همينا 10. شوف هنا فيثاغورس شباب دير بالك، هنا استخدام فيثاغورس قدرنا نلقى هاي العلاقة. اوكي هسه شباب حسب الرسم هذا لا تنسى هذا هو الكي اف 2 الكي اف 1 الكي اف 1 زائدا منو الكي اف 2 ايش قد مجموعهم؟ مجموعهم شباب 10 و6 16. هذول الاثنيناتهم شي يمثلون كي اف 1 كي اف 2؟ يمثلون 2 اي. اذا ال 2 اي 16 اذا ال اي يساوي لنا 8. طخت هاي الفكره مالت شباب. هسه وين اروح؟ عندي اي وعندي سي مصح عندي سي سي ايش قد؟ 4. اروح على الذهبيه حتى اطلع البي ويخلص السؤال. اروح على الذهبيه اللي هي سي تربيع يساوي لنا اي تربيع ناقصا بي تربيع. سي تربيع 4 ربع 16 يساوي لنا الاي تربيع 8 ربع 64 ناقصا بي تربيع. اذا البي تربيع شباب يساوي لنا 48. واكتب معادلة القطع الناقص اللي بورتاه على محور السينات. راح تصير المعادلة اكس تربيع ما بقى واحد مفات اليوم على 64 زائدا واي تربيع على 48 يساوي 1. اتمنى فهمت الفكرة وقدرت اوصل لك اياها بصورة بسيطة. بس هيك راح تجي ببال الطالب، ما تجي الا اذا رسم، الا اذا رسم وكتب المساحة. لان المساحة انا صفنت المساحة طول بعرض. الطول هذا عندي اياه، العرض اوكي قول طلعت العرض، شو استفاد من عنده؟ فكرت ان المسافة من النقطة للبؤرة الاولى زائد المسافة من النقطة للبؤرة الثانية هو ايش قد؟ هو 2 اي. فباعوا السؤال يعني اللي ما يفتهمه خليه يولي. اوكي زين نكمل بعد شباب. نكمل حل هذا السؤال. يقول جد معادلة القطع الناقص. هذا السؤال وصلنا هسه احنا هذا السادس هنا السابع هذا السؤال السابع هنا الثامن. جد معادلة القطع الناقص الذي مركز نقطة الأصل وأحدى بؤرتيه هي بؤرة القطع المكافئ. من طاني معادلته؟ الذي رأس نقطة الأصل ودليله يمر بالنقطة سالب 2 بثلاثة، علما أن طول المحور الكبير للقطع الناقص 10 وحدات. باع شباب باع وياي. يقول لك جد معادلة قطع ناقص لحد الآن تمام، مركز نقطة الأصل ما توكل خبوز، إحدى
بورتي يعني شنو شباب؟ يعني السي مال القطع الناقص هو نفس البي مال المكافئ. اوكي، يعني كأنه ما هسه هو ايش منطيني؟ منطيني السي بالناقص، وبالاخير قال لي طول المحور الكبير 10، يعني منطيني الاي همينه او الاثنين اي، مو صح؟ اذا كقطع ناقص محلوله سالفته. زين، اني شباب البؤره مالتي مال ناقص مين اجيبها؟ لازم اجيبها من القطع المكافئ. القطع المكافئ مع الاسف ما منطيني معادلته شباب، ما منطيني معادلته. ايش منطيني؟ قال لي القطع المكافئ راس نقطه الباع، الذي راس نقطه الاصل. هذا على من دا يحكي؟ دا يحكي على القطع المكافئ راس نقطه الاصل، ودليله يمر بالنقطه. ها باع وين شمرني؟ رجعني على القطع المكافئ. يعني شباب لازم اشتغل قطع مكافئ اول شيء واضبط وضعي، يلا روح على القطع الناقص. اوكي زين شباب، تعرفون من الدليل يمر بنقطه كم احتمال يصير عندي؟ احتمالين، ما لم ينطي فد شيء يخليني اخذ احتمال واحد، يعني ما لم ينطيني فد شيء يبين لي موقع البوره. زين خلينا نجي نرسم النقطه. النقطه سالب 2 ب3، وينها؟ على اليسار هيانها، سالب 2 ب3. انا اذا اجي اقول لك يابا ترى القطع مالتك ممكن الدليل يكون هيجي، صح؟ حقي يعني القطع المكافئ حيصير هنا. زين واحد حيقول لا استاذ ايش من ريك انت هيجي، ليش مو القطع يمر بالنقطه، عفوا الدليل يمر بالنقطه هيجي بحيث يصير القطع جوه، صح لو غلط؟ 100% همينه صحيح. زين هنا شباب شو اتفقنا احنا؟ قلنا حتى ما نتعارك بيناتنا شو نسوي؟ لازم اجي اشوف اكو فد شيء شباب يخليني اخذ احتمال واحد. اقرا السؤال، اربطه ويا الناقص، منا اجيبه في الرأي من يسره، راح تلقى شباب ماكو اي شيء يخليك تعرف يا 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 احتمال. فمن ما اعرف يا احتمال شباب لازم شو نسوي؟ لازم ناخذ الاحتمالين، انه مره البور على محور السينات بحيث تكون الدليل هنا، ومره البور على محور الصادات بحيث تكون هيك الرسم. لازم اخذ احتمالين هنا، اصفن له شباب ما تقدر تعرف. لو قايل لي مثلا القطع الناقص بورته وين؟ كان قدرت اعرف. ليش؟ لان هو قال لي البؤره مال الناقص هي نفسها البؤره مال المكافئ. فلو قايل لي الناقص منطيني فالتلميحه عليه البؤره مالته وين مثلا؟ كان قدرت اعرف. زين فهنا شباب راح اخذ احتمالين، مره البؤره على محور السينات باعوا من الرسم هذا، البؤره على محور السينات حصير الموجب. اوكي اذا المعادله واي تربيع يساوي 4 بي اكس. النقطة وين الشباب؟ النقطة سالب 2 ب3 اللي نفسه هنا سالب 2 ب3. واع شباب هنا بما انه الدليل دا يمر بنقطة فناخذ لو احداثي اكس لو احداثي واي، بما انه البور على السينات ناخذ احداثي اكس هو الدليل طبعا بدون اشارة، هو البي العفو طلع لي البي 2. إذا أنا ما أريد معادلة قطع مكافئ، أريد البؤرة. إذا البؤرة جت شباب صارت 2 بـ0، أو أجعل الاحتمال الثاني شباب إنه البؤرة على محور، على محور الصادات، الدليل فوق وحيصير القطع جوا، فصار البؤرة على محور الصادات شنو؟ على محور الصادات السالب، فصارت معادلة إكس تربيع يساوي سالب 4 بي واي. بما إن شباب النقطة على محور او العفو البور على محور الصادات والدليل ده يمر بنقطه، ناخذ احداثي واي هو البي، يعني واقدر اكتب البور. البور صارت هنا 0 بسالب 3. ليش؟ لان البور على محور الصادات السالب. اذا صار عندي كم بوره؟ عندي بورتين. نفس الشيء شباب بالقطع الناقص لازم ناخذ احتمالين، نفس المبدا ما يراد له شيء ابدا. فاما راح اخذ اول شيء البوره 2 بـ0، باعوا احدى بورتي ناقص هي 2 بـ0. إذا شو أقدر أعرف شباب؟ أقدر أعرف السي، وأقدر أعرف أكيد نوع المعادلة، سي ومعادلة هذا بي تربيع. أوكي؟ وعندي طول محور الكبير اللي هو شنو هو؟ اللي هو الاثنين أي يساوي 10، إذا أي ايش قد؟ 5. عندك سي وعندك أي، شو تسوي؟ تروح تطلع البي بإيش؟ بالذهبية. هذا أخذت الاحتمال الأول إنه البؤرة 2 بـ0، طلع لي البي ايش قد شباب؟ بي تربيع كله 21، كتبت المعادلة. هذه معادلة القطع اللي دا يريدها. زين لازم اخذ احتمال الاخ. ليش؟
لان شباب انا القطع المكافئ كم بوره صار عندي باحتماليا، فراح اخذ الاحتمال الاخر انه احدى بورتي ناقص هي ايش قد؟ صفر بسالب ثلاثة، باعوا صفر بسالب ثلاثة هذه. اذا السي ايش قد؟ السي دير بالك سوري، اكيد السي شاب دائما موجب، اذا السي ثلاثة، والمعادلة باعوا صارت على محور الصادات. نفس المبدأ بعد طول المحور الكبير هو نفسه، 2 اي يساوي 10 لاي ايش قد؟ لاي 5. همينا باستخدام الذهبية طلعنا البي تربيع يساوي لنا 16. صارت عندك هذه معادلتين للقطع الناقص، تمام. هذا احد الاسئلة همينا. بقى لنا شباب اعتقد كافي لهنا يعني هذه المحاضرة حتى لا تكون طويلة همينا عليكم. هذه 8 أسئلة دسمة، 8 أسئلة أفكارها كلها مرتبة، 8 أسئلة تقويك وتخليك تفوت، ما تخاف بعد من الوزارة إن شاء الله. نكمل بعد تقريبا 10، عندنا 10 أسئلة شباب على القطع الناقص بقان تقريبا سؤالين، والمتبقيات قطع زائد وربط، وأكو سؤال جدا مهم مال 2021 تطبيقي دور أول، يمكن أي دور أول. فلهنا شباب نكتفي بهذه القدر من الأمثلة. أتمنى افتهمتوها زين، أتمنى تحلوها لا تتعاجزون من أي سؤال. بقالنا همينا محاضرة ثانية أكمل لك أسئلة التلفزيون التربوي، في أمان الله.